لو وصلنا لضربات الجزاء الترجيحيه مين يشوف مين الاول ومين الاخير والثلاثه اللي في النص بعد كده؟ زيزو صلاح. مين الاول؟ صلاح. ماشي. والخامس زيزو. ماشي. لان انا يعني لازم اامن الاول. لازم امن الاول. وامن الاخر برضه. وامن طيب. الاخر بس, في النص. بس قصدي صلاح اعصابه اهدى من زيزو. الثانيه لا الثلاثه اللي في النص دي بقى على حسب مين في الملعب وقتها ومين عنده يعني مين هيطلب من المدرب يخش يشوط. يعني عبد الله موجود هيشوط. طبعا عبد الله لو موجود هيشوط. سوليه هتدي المرموش لو في الملعب؟ ادي مرموش عادي. مرموش وعبد الله. سوليه ممكن. مش هما دول فعليا؟ هما دول فعليا. حمدي لا انني لا الدفاع بلاش. فتوح ايمن اشرف عمر كمال. يبقى الخمسه دول صلاح وزيزو وفي قلبهم عبد الله السعيد سوليه عمر مرموش. طبعا انت عارف ان اكيد مش كل دول هيبقوا في الملعب.